مساكم الله بالخير. شوف ترى دباب اصيل. موديه راضي البقال مع الدبة. مصفطه هنا. لا ما اخذ المفتاح بعد. ما شاء الله حلو تصفيطة الدباب. ايه مفتاحك وينه؟ هو اعطاه مفتاح. ليه حافي طيب؟ ها؟ لا يقول يركب بعد. بعد اركب. يلا. ولين اجيب المالك بس اجيب لك انت الحال. السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام. ولين اجيب المالك عصير؟ ايه خذ المالك، خذ المالك. خذ المالك يلا. بس مو تاخذ رزي عصيرك ما ينشرب. هذا ناخذ مالك هذا. شلون يفتح هذا؟ هو ليه ما يفتح هذا؟ اصبر تبي هذا؟ شوفيه. ايوه انت جيت. هذا خذ. لا ايه هذا ما. يلا هات. يلا خذ. دي ايس كريم انا عادي بس على حسابك. انت قايل لي على حسابي. هل... يلا ايوه ما حد يسرق الفلوس. فلوس وين؟ حطها بالدب الفلوس. وين فلوسك؟ فلوسك هذه؟ اي يعني الحين انت على حسابك. كفو. هذا كم الايس كريم هذا؟ هذا 5 ريال. أنا بشتري آيس كريم يا أصيل ما يصير. يا أنا أشتري آيس كريم يا أنت تشتري هذا. هذا بهذا ما يجي. يقول ما يكفي. 5 ريال بس. هذا بخمسة ريال. يا أصيل خلني أشتري آيس كريم. لا خير خلني أشتري آيس كريم. أنا خاطري بس كذا. بعدين يجي تشتري هذا. يلا. يلا. والله خلاص أشتري الرهيب علينا. يلا عاد اسمعني انت الحين سكت بالروح انا في سوق الجيه. لا ما على كيفك يا حبيبي. لا والله وش اللي امسك 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 اول شيء امسك فلوسك. وين المفتاح؟ لا عطني بس اشوف بس اخذ. خلو جرب. اجرب جرب. اول شيء يا طال عمر السلامه انت سكت بالجيه. انت سكت بالجيه ما يصير تسوق بالجيه والراحه والجيه لازم واحد. اي والله صح انا ما اعرف اسوق. صح يلا سق سق. حطن حطن هنا 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 حطن هنا. لا لا هو بيحطن هنا والله. انا يلا عاد اوش وين احطه؟ هذا حطه هنا بعد. ها يلا في ريوس. يلا يلا. يلا انا ولا الدبابة اسرع. انا ولا الدبابة اسرع. يلا اقعد. شكل بيض في شحن. غرز الدبابة طفى شحن. ايه
هلا هلا طفل. لا شو شو لا يخرب لا تخرب لا تخرب خلو شوي يلا شغل هاي ايوه اها شوف عصيرك ورا هي بنعوني هي دخل دخل ندخله هنا احنا الرجال بس ايوه بعد بعد انا بقى ايوه فكوا واشربوا وين مفتاحه تعال مفتاحه وينه مفتاحه الباب وين خلوه خلوه عادي خلص ليه ما تدخله داخل تشحنه ايه ما ادخل ها؟ احنا فل لا مش هنطفى ايه من قلبك من الطعس ايه يلا يلا تعالوا يلا في المجلس في المجلس يلا رجال اصيل يا بن عمك ايه ما بيحاسب قش البقاله كلها ب 5 ريال لا عزمني على حساب قال على حسابي يقول الله يرحمه أرز و تمن أنا بديان السعودية والنجد هذا ما في ما في العراق يروحون يجيبوه بعد ما حصل لحم رز تمر لبن أي شيء اسمه ينوي قال حطوه خلط نسوه قال كور بس تشبع أهلين عبد الله ما شاء الله ما شاء الله يا مال العافية يا عبد الله كيف الحال يا مال العافية لا حد يقول لي متى ليش ما قمت له البارح أنا جالسي أنا ليش قلت الكلام هذا من كثر الناس اللي تدقق ليش ما قمت استر 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 اصيل قم 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 اصيل واحد اسمه سمي باسم بس حاله ابشرك متى طيارتك ان شاء الله الساعه اليوم الساعه 4 العصر مصر ان شاء الله لازم اروح الساعه 1 حلو سير نبي نفقد هذولي مطول لا شهرين ها شهرين زين حلو سنه ولا 6 شهور شيء المعلوميه عبد الله له سنه الحين لك سنه ولا فوق السنه ها 9 شهور اول ما جاء هنا خذ 10 ايام جته بنت طبعا هو متزوج جديد جته بنت ولا شاب الحين لازم اشوف لي صح الله يخليها لك والله بس انا هنا ما في غربه والله انت وزايد ابو ياسين كله والله فاضل محمد خالد احمد فزر غانم عشان ما انساش حد بس
والله كلهم ما حسون بغربة والله العظيم يا حبيبي. من طيبك والله، من طيبك انت والله العظيم. حبيب البويضان حلال والله، ما قصرتوا معنا باي شيء، ما سوينا شيء يا حبيبي والله العظيم. تعبوك قال لي راح باي شيء اهل وما حسون بغربة، كنا عاد في مصر والله، كنا عاد مع اهلنا يا حبيبي. اه والله من طيبك، شنو من طيبك، ما صار كذا. لا عبد الله نحن حبيناك. الله يخليك. والله يمكن انا اجي الشباب وكل مره وفتره اجي واروح واجي. عز الله ان من افضل الشباب اللي قابلناهم. الله يخليك. اللي تجينا قطر شرفنا عندنا ان شاء الله. مرحبا بك ومسهلا باذن الله. والله انت عمرك ما تجي الا ويدك ما شاء الله. الله يجزاك خير. اولها عشيتنا. وكل ما تجي تجي تجيبها. الله يجزاك خير. والله لا من كرم اخلاق. لا من كرم مال، الله يجزاك خير ويغنيك كثر خيرك يا ولد عبد الله. ان شاء الله متى نسافر مصر؟ ان شاء الله بكره، ان شاء الله بكره بكره. الله يسر امورك ان شاء الله. الساعه 4 العصر، الساعه 4 العصر. اي هي رحلتنا من العصر دائما، ولا الساعه 6 الصبح. انت ساكن بالقاهره عبد الله ولا برا؟ لا بني سويف. بني سويف كم ما تبعد من القاهره تقريبا؟ لحد بيتنا بالضبط 160 كيلو. اي ساعه وشوي. بس عندنا احنا ممكن ساعتين. ايه الزحمه. بس حاليا انا الطرق تغير، الله اعلم بدون الطرق تغير. كم صار لك مره في مصر؟ 9 شهور. 6 شهور ما جيت مصر. انا جيت هنا اول يوم دخلت في السعوديه جيت قعدت مكانك انت. ايه جلست مكانك فعلا. بعد 10 ايام بالضبط قد المولود الي. ما شاء الله. انت؟ بعد 10 ايام. جيتك من المجلس ولا جيتك من وين؟ اه ايه جو هالخبر من المجلس. ايه ما قدرتش بقى بصراحة، يعني كله بقى سنة سنة ونص. انا 9 شهور ما كملت. انا بدي اشوف البنوتة على طول. ام البنوتة. ام البنوتة راس المال. والله راس المال. ايه الله يبارك لك يا رب. تروح وترجع بالسلام ان شاء الله. تروح ترجع بالسلام ان شاء الله باذن الله. والله يصلحها بس خليها لك يا رب. ان شاء الله تكون لنا عجبتك. لا والله لسه بكلمها وكل شيء. والله بيك والله العظيم بيت كله منا مقصر معي بأي شيء. انا ما اعتبرت نفسي خالص ان انا غريب ولا في غربه ولا اي حاجه. يعني انا مروح الناس بروح بفرحه ويس. انا والله ولا اي حاجه، كاني رايح زياره البيت. حسيت بين ان انا في اهلي والله. انا اتكلم عن عموم البلد عساك تكون في فيها. لا لا كله والله الامور تمام الحمد لله. الحمد لله. مالك صبك والله كلامه كلهم بدون سمع. ربي يشهد علي. يا والله يا رب من اول ما دخلنا الجوف ان حسينا بشاشه وساعه صدق. والله هذا كلامهم. جو صلوا بالمسجد. هذا من هم؟ سالم. ها الكويتيين؟ نعم سالم عوض واحد. الله يذكرهم. الله يذكرهم بالخير. يقول يا ربي وقفنا صلينا المسجد. المسجد هذا كله ارض. نص الارض مبنيه ونص الارض مخليها مسجد. ويجي الرجال يطلع عمر السلامة يقول داروا ان احنا سيارة كويتية برا ولبسنا كويتي. ايش ديروا؟ هذا ما هو بس ويجي يطلع عمر السلامة راعي البيت. راعي البيت ايش قايل لهم؟ قايل غداكم اليوم عندنا. يقول يا راضي يا الله افتكيت منهم. يقول والله ما تمشي من وين؟ بعدين يقعد لها السالفة. قال الارض هذه كانت ارض اخوه الله يرحمه. الله يرحمه. وما عرس. واخوه قال له دام انها اخوي توفى الله يرحمه بيسوي له نسج. الله يجزاه بالخير. ايه. وقال هذه ارض ان شاء الله باذن الله احنا ثوابه. صدق. وصدق له ان شاء الله باذن الله. يقول سبحان الله يقول ما نجي عندي شارع وما نجي عند هذا الا يجون الناس يوقفون ويعزمون. والكلام بعد صار معي انا اللي محكي. والله يمكن مرتين او ثلاثه والله ما وقف عندي شارع الا واحد يرحم، واحد يهني، واحد يعزم على القهوه، واحد يعزم على هذا. ربي يشهد عليه والله العظيم واللي حللها واللي جمعنا علاقاتهم من غير مياه صراحه. لا من طيب نفوس لا من عائلتهم ما انا وش اللي يجيبني من قطر يجيبني هنا؟ تحس انت مع الاهل اخوانك تحس ان البيت بيتك الا ما حرم الله. يعني انا في بريطانيه، انا في بريطانيه صراحه. قالوا لقينا منطقه للجوف، لقينا منطقه للجوف الباب لم يسكر. اي نعم صح. نفتح الاعلام اول مره نجي بلد نشوفها دائما في بلدنا فتح. انا اصحابي كثير بقول له تعال الرياض. اول ما جيت السعوديه اول ما جيت الجوف تعال الرياض قعدت ممكن 15 يوم بدون شغل.
تعال الرياض، تعال الرياض، الفرص اللي عملت كده في الرياض. قلت والله لو قعدنا السنه كده فاضي مش هروح. ما راح الرياض. الرياض يا رب. لا لا ايه. هنا انا اعلمك، هنا مو الحاره، البلد كله تعرف يتزاورون يجون وبيوتنا واحده. كل اهل بعض، وانا تحس ان كل واحد كل اهل للامانه، كل اهل نقول ده عارف فلان وده عارف فلان وده عارف فلان، كل ده واحد. هل 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 ابو مالك، هل يا حلميك انا يلا ما باجي. ما ليه نمزح يا حبيبي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا ابو مالك. والله جايب لنا عبد الله الفطاير، وبكره رحلته مصر. والله والله صدق. ولماذا؟ يبي يروح يشوف اهله. ولماذا؟ والله انا حدثتك انا وانت قلت لي انا ما انا رايح. والله شوف احنا موضوع عبد الله، شوف الرجال اللي ما بيسمع ما يسمع. الرجل هذا عميش والله. نعم تدري انا مكلمه انا ادري هو حتى هو ما بيسمع، هو ما بيسمع. فايش يسوي؟ يسوي حاله اطرش. فيوم جاي الرجال ترى مسافر بعد يومين ثلاث ايام، ايش الحاله؟ لا نطير ولا نعيش. يا اخي قول لا اله الا الله، كم صار له يوم عندك يا رجال؟ صار 9 شهور. الرجال هي تتقي الله، تخاف الله يا خالد. ما يا اخي الرجال قاعد يقول مسافر، جاي فطاير، جاي يا اخي اتق الله يا رجل. متق الله. الله مجعل. والله يا شكلك تجارب حتى. الله ما جعلنا من متق الله. والله العظيم يا الله. صبر صبر شاه يا ابو عبد. الرجل عنده حفل. عنده حفل. ايه بكره بالليل محتفل هو. هو رحلته الساعه 4 وياصل هناك. بني سويف، هذا المغرب بني سويف ان شاء الله محتفل. الله يجيبه بالسلامة ويوصل بالسلامة يا رب العالمين. الله يهنيك بني سويف. بس انا زعلان منهم والله. ليه؟ ليه؟ زعلان اللي متوالبة ترزع على كيفك. على كيف؟ ايش عندي؟ عشان انت تنزل مصر ما تبغاني. ايه؟ لازم ازعل. احنا ما نبي نجي من السويف. قال الله عبد الله ان شاء الله ان الله احيانا وجيت مصر ان شاء الله. انا ما وعدت اني اجيك بني سويف، بس تقابل مصر ان شاء الله. بس الحين صار لك كلها فتره. لا هو يبغى جيتنا هذه. جيتنا هذه لا ما يمدي، انا علمته. ما يمدي. انا والله عشان هو نازل بكره. والله عشان وانا نازل بعد بكره مصر. فانت 9 شهور علمك باهلك. طيب ايش المشكله؟ ما يوم يوم يومين المشكله. هي سفرتنا كلها 3 ايام. الخميس راجعين احنا، ترى الخميس راجعين. يوم مسافرين الاثنين والخميس راجعين. يوم واحد. ما يمدي، انت يا الله يمديك تجلس مع اهلك. صحيح. وحنا الحين متقابلين احنا الحمد لله. ما يصير برا مصر، في مصر خلاص. لا ما نبي نشغلك هناك ابدا. شو قد شهرين؟ اسمع بالله الاثنين ماشي. الاثنين ان شاء الله ماشي. وفق الخير. والخميس راجعين ان شاء الله. هذا قريب 45 دقيقة بالطيارة. والله. ايوه. تروح هناك. حجزته. ايه 3 ايام تمشى. انا مصري. ايه. النيل. 700 ريال؟ لا 880 صح؟ صح. بس انضف شركة النيل. حلو النيل. يا حلو انت بالنسبة لك عادي، لان مش هيبقى معك وزن. والله ما معي وزن انا. ما معك وزن. انت عارف معك وزن كم؟ مسامحين لك 47 كيلو. لا معي شنطة صغيرة بها. صغيرين بس. وين جلست 3 ايام. ولا 40 كيلو دول يعمل خير بقى وانت بقى في الطياره. لو حد معاه وزن زياده عدوله احس. لا ليش؟ خير عن خير يفرق يا حبيبي. عدوله كده خلاص. لا عدي على حسابي. لا ها انت مسموح لك ب 47. طيب انت ما معك 7 كيلو اصلا. لا يطلع على تذكرتي ترى. اسمعني انت، هذه بما انك اطريتها انت، انا حاب انبه عنه صراحه. يوم تجي المطار، انا كذا مره صارت معي، يجي واحد يقول شيل الشنطة هذه معك على الكيلوات حقتك، وهذا خطأ. الشنطة أنت، أنا أول شيء الرجال ما تعرفه، ثاني شيء الشنطة ما تدري وش فيها، يمكن فيها ممنوعات، وصارت نزلت فيها ممنوعات وعلى رقم التذكرة وانسجلت ناس. فهذه أي إيه لا هذه صعبة جدا. وحتى لو ها حد ما عرفه شيء مالك ولا حد، لا ما تاخذه، خلى لحد المعرفة تكون أنت وياه وطالعين سوا.
فعارفين شناطكم وعارفين موزعين الكيلوات. لكن الموضوع هذا صراحة انتبهوا منه. ايه يقول انا عندي كيلوات زايدة وخذها معك. كل اللي بيجيب حاجه وديها لك والله من غير ما افتحها راح اقول لك. لا هذا خطا، خطا. احيانا تعمل خير ويجي على راسك. والله انسجلت ناس. لا انا اسف يا ابو مالك، اقول لك سالفه رجال عرب بدون ذكر المنطقه بدون ذكر القبيله. ايوه الرجل هذا جاء نفس طريقتك. الرجل هذا انا اعرفه، ما اعرفه هو شخصيا بس انا اعرف اللي واحد يقرب. والله الذي لا اله الا هو، انه سجل 4 سنوات وانفصل من وظيفته وطلق براءته. سبت شرطه. مو شرطه، علاج. علاج ها؟ علاج كان مصرح من قبل وجاب كميه مسكينه الرجال على باله. قال عشان امي ما امي، يوم جاء المطار الرجال المصري الثاني اللي جاء قام مصير على الاضرار قال انا ما اعرف. قال ابن الحلال هذه الرسائل، قال لا هذه مجتمع ما تعتبر ادانه. فانجلس الرجال وسجل 4 سنوات. طب وانت اللي شنطه ابو زيد؟ لحتى الشنطه ما تدري تفتحها، تفتح تلقى ملابس لكن مخيط داخل. اللي بيهرب ما يحطها لك تحت بالشنطه، تحت الملابس. ما يصلح ان انت تفتح الشنطه اصلا، ما تجيب لك حاجه. صفاء النية، صفاء النية، صفاء النية يا عبد الله وطيبة القلب. هذه حلو، هذه على شخص تعرفه، تعرف ابو مالك، تعرف خالد، تعرف ابو وايد، تعرف الناس، ناس تعرفها بتلخصهم. اما الناس اللي ما تعرفه مش غريب، ده ولد عمي مثلا. لا ولد عمك انا ما اقول لك، لا بالعكس الله يجزاك خير وهذا حق واجب. انا كلامي عن الناس اللي ما تعرفه. اللي تواجههم بالمطار يقول خذ لك الشنطه. لا خلاص ابو عابد، ابو عابد يوم رحت انا مصر العاب جاني واحد اعطاني ورقه ورقه لها شيء ولا ابي افتح الظرف عشان وش هو؟ ايه مظرف هو. ايه مظرف. ابي افتح، قال ورقه ترى. قلت ادري بس ابي افتح، تبي تطريها ما ادري وش يعني، لازم اتاكد. اخوي اللي هو محمد لازم اشوف حاجه، وما ادري براشي مثل اطرش بزفه، هذه مشكله. وبالفعل صحيح هو جانا احنا ما نعرفه ولا عرفنا. قال انتم طالعين مصر؟ قلنا طالعين. قال تاخذونه وينتظركم واحد بمطار القاهره وتعطونه اياه. مظرفه هي مشمعه وجه. وخالد اصر انه يفتحه، وفتحه وفعلا ورقه. بس ابي اشوف الظرف انا. لا بعد وقريت ورقه ابي اشوف هل هي صحيحه. ممكن ورقه غير نظاميه، ممكن ورقه غص لا تغص، لا تغص، اشرب شاي. على العموم الله يوفقك يا عبد الله، وتروح وترجع بالسلامة، والله يخلي لك أهلك وبنيتك يا حبيبي، موفق خير.